يا جماعة اليوم نزلنا صورنا لكم حلقة دمار دمار. أكلتي قتلتين؟ واحدة كرمال سليمان واحدة كرمال كرمالي. قبل ما تشوفوا الحلقة، هاي الحلقة ممنوع تشوفوها إذا ما بتعملوا لايك. بدنا قديش؟ 50,000 لايك. 60,000 لايك. 100,000 لايك قبل ما تشوفوا الحلقة. اكتبوا لنا تعليقات حلوة، وإذا مو مشتركين بالقناة شاركوا بالقناة. لعيونك يا سليمان، شوفوا الحلقة. كيفة؟ تمام. قديش قيمة جمالك من 10؟ 10. شو برجك أنت؟ الميزان. بعرف متواضعين الميزان. اللي معك مين؟ أختي. قديش بتقيمك هي من 10؟ أكيد 10. بس قولي لنا قديش تقيميها من 10 كجمال؟ 10. يغزي العين كل العائلة هيك دغري 10. أكيد. أنت قديش تقيميها لأختك؟ 10. العالم كيف بيقيموكي؟ 10. هلا بصراحة ما بعرف، بس إنه رفقاتي وهيك كمان 10. مو حابة تعملي تجميل قصة عاملة؟ لا بصراحة بخاف. من شو؟ إنه إذا صار غلط بالجراحة أو شيء. بس هيك، بس أنت حابة تعملي؟ يعني شوي. برد نادي لها تعالي كيفة؟ لا ما بدي. تعشوى؟ نسألك سؤال صغير قربي، معنا الصبية هون اسمها مريم، كيف تقيميها لها؟ 10. خلاص! شو كله 10؟ تابعت على الانستا. تابعتيها؟ بتعمل ريلزات، وانت بتعمل ريلزات؟ كتير حلوة بصراحة. ايوه. حبابة يعني؟ ايه حبابة بتجنن. شو اسمها؟ ماري. ليش تقيميها يا ماري؟ هي متابعتك على الانستا. هلا ليك يعني حتى لو متابعتك. بصراحة، كيف تتوقعي تقيمي حالها؟ 3.5. انت قد ايه بتقيميها طيب؟ 3.5. ليش جرمتيها جرم للبنت؟ هلا انا اسفين وانت بتتابعيني وبتحبيني وهيك، بس ما رح كذب يعني 3.5. 3.5 انه لا طول مكان. شو دخل طول؟ لا جاذبيه ما بعرف ما عجبتني. لا اعملي لها انفولو. ما رح اعمل لها انفولو. لا طيب انا عم احكي رايي. طيب جامليها؟ ما بجامل ما بجامل ما ما صراحه انا جاملتها. قد ايش بتقيميها؟ 1. الحقونا الحقونا. واحد. لا هلا بقى شيل الانفولو بعد هلا بعد هلا. لا خليكي هون. واحد. ليش واحد؟ نفس الحكي. طب قربي لهون انت، قربي لهون. فرجوا علينا العالم بالشارع. ليش قيميه واحد؟ انا اذا بتعيط لاي حدا بيقول لك انه انا احلى منه. انا مين ما عيطنا حبيبتي؟ مو مهم الجمال. الجمال كل شيء بالعالم. روي عندك جمال؟ ابو الشباب تعال حكم يا حبيب. تعال حكم. تعرفي لشا؟ لا. شو اسمه؟ علاء. ليه؟ علاء ليه؟ بدنا نحطك حكم بين الصبيتين. ليه بقيم الصبية من 10 كجمال؟ والله مجذب انا هذا التيب. بعرفها على الانستغرام؟ لا بتعمل بتشتغلي فوتوجينيستيكا؟ عن جد عم بحكي مو فوتوجينيستيكا؟ ايوه. حلوة والله، انا بقيمها شيء يعني 9.5 بتروح 10. 10 حلوة والله عن جد صراحة. والصبية؟ الصبية مش عم بسعى. قول لا بسعى. بدون اعطي رأيي. عن لا 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 طولي بالك طولي بالك، عم نمزح معك عم نمزح معك. كيف ما بدك؟ مالك حلوين. بدك بس بس. احساس انت احلى يعني. لا 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 لك عم نمزح. مقلب 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 طولي بالك. والله مقلب مقلب طولي بالك. انت عمر والله. تعي تعي. كله منك ما عاد تصور معك. لك هي بتعرفك عم تمزح معي. هي نكشتني عم تمزح معك لأنك بتتابعي. ليكو الجريمي. تعالي تعالي تعالي. خليني حاكيها كلمة. تعالي شوي. هي الصبية نكشتني لأنك بتتابعيها فحبت تمزح معي. لا بدك تسامحيها أول شيء ودك تروي. لا ما بتشيل عن فولو. إذا بتشيل اليوم اللي شو اسمي عشان أنا بدي أعمل فولو. روقي. عم تنكشني كانت ما انتبهتي عم تنكشني؟ ما انتبهت. يعني عم تمزح معك الصبية. نحن سئنا معك. هلا هذا الشاب رفيقي كلياتنا متفقين مع بعض نحن بنصور على نيودوس. هي شلون ما عرفتي انه بنيودو؟ قلب بالعالم. انا ما عرفت انه بنيودوس، انا بس بعرفك الك. ها لانك ما عم تتابعينا. اكلتي مقلب؟ اكلتي مقلب 5 نجوم. والله ما اعتذري منه. انا اسفه حبيبي والله عم يعمل مقلب. انت قمر وبتجنني وكثير. والله العظيم اذا بقف هي فوهم بس انا رح اقول مو حلوه صراحه. قربي شوي يا مريم. رقتي والله حزرش وبتطلعي حلوه لما تبكي. خليكي عم تبكي. انا مش عم. صحيح. سامحتينا؟ انا سامحتك. عندك مشكله فيها؟ لا. رواه؟ رواه. اكيد. سامحتيها؟ سامحتك. سامحتيني؟ لا تعملي ان فولو. طيب تبعتي لي اليوم على انستا. ماشي. ماشي. باي مريم. حسابك مشان هيك. كيفه؟ تمام شو اخبارك؟ تمام. ليش رفيتك ما بدها تخليكي تطلعي؟ بتغار علي. شو بتغار عليك؟ من العين. بتغار عليكي معناتها انت حلوه. بنظرك ولا بنظرها؟ بنظري وبنظر الكل. قديش بتقيمي جمالك من 10؟ يعني شيء 7-8. وهي قديش بتقيمها؟ 10. طب اذا هيك مثلا البنات العاديين والشباب العاديين قديش بقيموكي برايك؟ والله هلا حسب ما الكل عم يطلع علي. كله عم يطلع عليكي بالسوق. وين ما بتروحي عم يطلع فيك؟ اي اذا هن راي العالم فيكي. ما بيهمني راي العالم. طب قديش بتقيميهم؟ يعني 8. لو سمحتي كيفه؟
بس انا اسالك سؤال، معنا هون شو قلتي لي اسمه؟ مريم. معنا هون مريم، وانت شو اسمك؟ ماري. قديش قيميه من 10 كجما؟ انت وقفت الشخص الغلط. ايه؟ كثير وقحه. وقحه؟ كل اللي بدك اياه. بس بعد شوي بعد اذنك. بدك فصفصيها. صراحة 4 نزل علي بس. هي متوقعة 8. عشو اسف على كيف عشو؟ بس عم ضحكوا. عشو طيب. عادي ما بيهمني. عادي. قديش قيمية؟ انت 8. حبوا بعض رو. انا مليون حبيبتي سوري، يعني انت هلا اذا بنطلع مثلا وقفوني بالنص، وقفوني بالنص لانه بجوز قلت لها ابو الشباب كلمه بس كلمه لعندي تعال في شيء غلط عيون هيك عاجبني انا هيك بحب حالي ليش حكش عليها جينا مدموم من جبناك حكا قديش قيم الصبيه من 10 والله شيء 12 من 10 حلوه والله هذا في ضميره ما حلو هذا ماله الصبية انا مو ستايلي خليني اوقف حدا مش عارف يبين الفرق نجيني تعال لك تعال بعدي عنا بعدي عنا شو ضرايب ليش هيك ما بتحبوا بعض لا ما بيعرفوا بعض ما بيعرفوا بعضه هي غيرانه منه يمكن لانه غيرانه منه شايفتني انا صبيه حلوه هي طولوا بالكم انا ما بعرف شو القصه او شو في بس كانه هي غيرانه بعينه على فكره هذا اسمه صغير عقل بس ليكون بعلمك خلص رح كون اوعى منك رح كون اوعى منك وما رح رد عليك والله طب انا عم بحكي رايي طب خلص عم بحكي انا رح كون اوعى منك وما رد عليك انا ما دخلني بسيره ولا لي فهم شيء بس واضح انه البنت هي غيرانه من البنت هي ما دخلني غيرانه منه بعيونك غيرانه غيره شو بدك قديش قيمه للشاب من 10 شو بدك ليش ما ثواني شو بدك انا غيرانه منه اي حدا هيك تور حسابك برجك ولا لا برجي وانا تور يا ما حاسس الصدف على راسي روقي اول شيء قلنا لك بدنا نسال العالم هيك نسال كمان عالم ولا بكفي ما بيهمك راي العالم ابدا ما بيهمني حدا بعدي عنا لو بتغيري ثاني ولاحظ الفرق انا معجبه بحالي ما بيهمني راي حدا انا مو معجب فيكي وسايلفني انت كلك على بعضك ما بتهمني وانا شو بيهمك لك لا انا بحبها واحد يحكي ستايل لبس الصبيه اللي هون حلو ستايل لبس الصبيه اول شيء بطلة الفساتين الحمار الوحشي هي بطل بدك تزعل زعل انا رايي بدي ابني مش ما اقدر ليش تقول اذا خلص ما تسمع بس انت اللي ناديتي لي تاخذي رايي انت اللي ناديتي لي تاخذي رايي مو انا اللي اجي ما تسمع رايي خلص تسلم بدك تقيمني انا على فكره بقيم انا اكثر من حدا صرت خلينا من بنت لبنت طالع لك شغله كثير عصبتي انت هدول الشبين معنا عم نمزح معك شبوا عفكرة يعني وانا ابعرب يعني ماني رح تضربك كف كانت زين الصبايا يا عرب دخيلة والله العظيم عم نمزح نحن عندك مشكلة بالمقلة لا بس رح قتلك وقتله بس تخلص تصوير شو رح قتلك وقتله ما دخلنا بلشي فيها بلشي فيها بدك سامحينا ابي اوكي ماشي سما قيمية جاي مرة ثانية امر والله كثير امر حبيبي هيك بيت فستو هلا صار انت كثير امر غليظ الولد سامحتينا راحت عليها لرفيقتك ليك عم تتزوري ما بتحب تطلع ماشي يعطيك العافية شكرا كيفكم؟ تمام الحمد لله ليش قيمة جمالك من 10؟ 7 ليش قيمة جمالها إلها؟ 7 هات أنا كنت بدي أحكي نفس القيمية هي؟ نفس الشيء ليش 7؟ أوكي شو ما في حدا كامل طب ليش مو 5 مثلا؟ في طبيعي في حلو في فوق الحلو أنت شو؟ مو طبيعي لا أخصي الثقة من وين جايب الثقة أنت؟ والله أنا طبيعية والله هي عم تقول طبيعية إيش جمال طبيعي في أقل من الطبيعي طب أنت برأيك كيف بشوفك باقي البنات؟ ما بعرف بدك تسأل حاكينا كلمة تعينا نسألك سؤال شلونه؟ شو اسمه؟ ماري قديش قيمه جمالها لماري؟ 7 كمان 7 ما عندك 7 ايه تمام 8 8 انت قديش قيمه جمالها؟ 0 صراحة أنا ما بكذب لا ما شو صفر؟ هلا مو أوكي 5 5 هي قيمة حالة 7 عشو سوري يعني وزع لي مني بتعشو أنا هيك بشوف أنا بقيم حالي بقول إنه ما شاء الله طول جمال براذر شو في جنب هلا شفته؟ قديش طوله؟ طوله 157 كل شيء اسمه رؤى هيك بيكون قصير شايف احنا نواعم انت اطول منا شوي ازعي ازعي طب قديش قيميه لساره رفيقتها صار؟ ساره احلى بقتوس يعني قديش بتعطيها من 10؟ 5 هي 6.5 منيحه القتوسه انت شو عجبتك الخمسه؟ ايه عادي رأيها هي حره انت قلتي لي سال شيء بنت هي سالنا لك بنت ايه عادي ايه وبعدين نسب الجمال بتختلف وين رايحين الخمس على ما؟ صراحه يعني قصيره بتطلع هيك ما في شيء يعني ما في شيء جذاب بتطلع عيونها مثلا هالقد يعني بدها تعمل هيك لحتى قياس الجمال يعني كل شيء يكون كبير مثلا انا حد جبت العيد كأنك انت هي رايحين وين العلماء وانفع
خليتك امان الانسان. لا 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 تجميل على الطبيعي ما بدها تجميل. الصراحة يعني انا مين ما بيسالني بحكي الصراحة. شلون بشوفوك الشباب؟ ما بعرف، في شيء حلو في شيء لا. يعني اذا سالنا هلا شيء شاب مارق بالطريق مين احلى، انت ولا هي؟ اوكي اسال قصفتك شاية. حسب هو رأيه ما فيك. انت شو بتقولي؟ هي شو دغري سلمتي الرأي؟ هي. انت شو من تقولي؟ انت احلى ولا هي؟ انا ابو الشباب ناديله ناديله. تعال نسألك سؤال. ايه تعال شلونه؟ على العصير. بس هيك شايف هدول ثلاث بنات؟ هدول رفقه. هاي ما بتعرف الصبية. قديش بتعطيها من 10؟ اجيني والله اعملي هيك على الطرف الثاني انه لا بدون لفة، بس الواحد كل نص وش معروف انه له جمالية. تشوفني هيك انا هيك تحديدا ناقص اثنين، لانه بصراحة ما في جاذب، جاذب قليل حاكيكي بصراحة. وهي موضة الشعر بكية للبنت، شو ناقص اثنين؟ تخيل بكي اليوم موضة الشعر الاسود مع الشقار، والله بطليت مصفر عندك شقار. بده رينساج. شو بده؟ بده رينساج مشان اللون. رينساج والله خبرة. خبرة ما شاء الله. بعرفك انا عندي صالون الفايبر، انا بشتغل كوافير. ايه بعرفه. فيرا ولا كوافير؟ على ما غلطت بحقك. كوافيرة انا قلت، مو قصدي مؤنث يعني، قصدي كوافير البنت. انا بشتغل كوافير لبنات، عرفتي؟ هلا هون الصبية خصمها لانه لا شخصية ولا جمال. حتى شخصيتها ما لفتتني، بحاكيكي بصراحة. في عالم البنات بس تحكي ها دخيل لي خلايك عاد وش ما احلى. هون في وش وفي شخصية. شو رح تطبقها للمخلوقة شاي؟ واحد رأيه بيأبدي، ما هيك؟ وقفني ليش؟ لا لا أبدي. مو باين شيء أبدا، مو واضح أبدا. شو هو؟ ولا شيء، كمل. طيب الصبية شو رأيك فيها؟ لسه أبشع، عيونها صغار والله. شكرا، هاد من ذوقك، إيه هاد من ذوقك. هاد من ذوقك. جيبي نظارات أم الكعبة هدول بيكبروا يا حريشهم عم يخترعوا كل شيء هدول. هي رأيي، لا هو وقفني. أنا ما بحج حالي واحد يقيمني. أنت قلتي لي وقف لي عالم. إيه بس إنه رأيه يصطفل فيه. ما عم بعبر رأيي. أنت قديش بتقيمي؟ اثنين ثلاثة. أسخي شوية. أنت قديش بتقيمي؟ 10 مليون. شوفي على الشخصية، شوفيني شوفيني هالطول هالعضلات. هالطول؟ لا أنا يا عم تأشر علي، عم تأشر علي على الطول. ساكتة ما حكيت شيء، بس هالطول؟ إذا هو زيادة كيف شايفتيه طويل؟ أنا المالي طويل. شو هدول بس؟ معروف الحلوين بيقدروا بعضهم أساس. لهيك أنا قدرته وهي قدرتني. جيب لها واحد. تفضلوا لي. عندي رفيق أبي نار، إذا بجيب لها يا سلام عليك جمال هذا. ليش؟ بتحب يكون اللي مو حلوين بحبوا اللي مو حلوين، سبحان الله. هذا الحكي معروف، الحلوين بحبوا الحلوين. ليفل ماكس. التراست. الإنجليزي. ثقة يعني ثقة، ثقة بتقدر جميلة. ما بعرف معروف. ما بدنا نأخركم أنتوا واعدين تاكسي. هلا نحن عم نمزح معكم. باينة والله باينة. والله باينة، مو باينة، قلبك خلقت. لا أنا باينة والله باينة. أنا قلت لك كل شيء واضح، بس عادي خبيت كمل يعني. في حدا عم يضربوا شرار انت كان. هي إذا مرقتها ممكن. والله باينة، قلت لك باينة. إيه أنا استفز بسرعة بس مبينة. أنت أمر. مبينة بس. سامحتيهم؟ أكيد. ما زعلت منه إلا سامحوني. خلص ماشي. أنت عيونك كثير حلوين. ماشي يعطيكم العافية. الله يعافيك. وهيك كانت حلقتنا، شلون؟ والله توفيق أماكن. لا وين؟ وين؟ توفيق أماكن، مدري منين عم يجيبهم فاضي. بدنا نعرف سليمان بس. أنا بموت وبعرف شو الله علق لنا سليمان. هيك كانت حلقتنا، إذا نسيانين تعملوا لايك، عملوا لنا لايكات، تعليقات، شوفونا أول بأول وباي.